رايت واجي على طول. يا ده حاجه تخنق يا جدع، يا ده الاجنيه دول عليهم حاجات طول النهار، روب ريش نعام وصباع الكفته في بقهم وما بيعملوش اي حاجه. يعني انا كده كده بقيت غني؟ ده ايه العبط ده؟ ايه ده وصباع الكفته اهو؟ يا ولا عبده انت يا زفت يا عبده، هات لي القهوه هنا يا كلب. كل حاجه هات يا عبده وسوي يا عبده، مفيش غير عبده في ام المخروبه دي. امسك ادي القهوه بتاعك، ده حاجه تقرف خالص. القهوه دي ساده وانا بشربها زياده. عبده انا قتلت ابوك ليه؟ عشان جيب لك القهوه ساده وانت بتشربها زياده. قتلت امك ليه؟ عشان جبت لك القهوه ساده وانت بتشربها زياده. قتلت بنت عمة خالتك ليه؟ عشان جبت لك القهوه ساده وانت بتدفعها زياده. تفتكر صابر عليك ليه؟ عشان احرجتك وقلت لك انت ما تجيبش سكر، لو تجيب سكر نعملها زياده. ما لقيتش سكر حطيت لي مكانه سم يا كلب. ايوه هموتك زي ما موتت كل عيلتي. لا هقتلك ومش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. مش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. اهرب يا ابني انت هتزمر، اهرب. ايه ده الاجنحه هايفين قوي، ده ناس فاضيه يا اخي ما بيعملوش اي حاجه. ايه ده يعني انا كده بقيت غني بمجرد الرب؟ كل حاجه اعمل يا عبده وسوي يا عبده، ولما عبده يسرقهم يطمسوا. ده حاجه غلط والله، ما لازم يسرقوا. يلا اخلص يلا بسرعه بقى قبل ما صاحب الفيلا يجي. فين المسروقات اللي انت سرقتها؟ مش شايف كل ده ولا كلكم وداكم؟ ايه ده يا هطل؟ ده تمثال فرعوني. تمثال ايه ده؟ الخمسه منه بقرش في خان الخليلي يا ابني. يا عم بقول لك تمثال فرعوني. يا ابني بقول لك الخمسه منه بقرش في خان الخليلي، ارمي يلا الهطل ده. يا عم خلاص خش جوه عندك الخزنه تلاقي فيها بقى الذهب والفلوس اللي انت عايزها، وسيب لنا التمثال الحلو ده. طب تمام. الواد مرزوق السواق واقف بالعربيه بره؟ اه واقف بيها بره. خليه يخش عشان يشيل معانا المسروقات. يخش ازاي يعني بالعربيه وباب الفيلا قد كده؟ طب اقتله يا رب ولا اعمل ايه؟ ما انت فهمني وانا افهم على طول. بص يا ابني خليه بره يدور العربيه واحنا هناخد المسروقات ونخرج له. طب ونخرج له ليه؟ ما انا اخليه يخش بالعربيه. يا سلام انت بتقول ايه؟ ده انا اجيبه لك لحد عندك. ايه ده يا جدعان ده ايه الجمال والعظمه دي؟ كل ده ذهب اكيد فلس ان شاء الله. يا نهار ابيض، ايه ده انا هعلم ماتش اعتزالي بقى بعد العمليه دي ان شاء الله. شكلها هيتقبض عليا دلوقتي حالا. يلا يا لهوي شكله ما بلغش. ده مين اللي بيخبط؟ مين؟ افتح يا كالون الباب مقفول. هو انت يا هطل يا ابني حرام عليك بتقفل الباب ليه؟ هو بيتنا. تعالى افتح يا عم. ايه في ايه؟ قفلت الباب ليه؟ عشان الحراميه. نسيبه مفتوح بقى واللي داخل واللي خارج. تصدق صح عندك حق. فين مرزوق؟ مرزوق يا عم بقول له تعالى وبتاع، قعد يقول لي لا البنزين غالي ومش هدور العربيه. ايه ده يا ابني؟ ما احنا اللي بنقول له العربيه رايح جاي. طب ما تقول له ايه بقى؟ بس انا ما سكتت، كسمت له دخلت فيه شمال دور العربيه على طول. طيب يلا، يعني هو هيخش لنا دلوقتي حالا؟ تلاقيه واقف قدامك. يلا بسرعه عشان صحاب الفيلا زمانهم جايين. دوندون انا دوندون. يخرب بيتك ما تقولش اسمي هنتفضح. انا دوندون ولا دوندون. انا دوندون انا كالون. انتوا سايبيني يا عم بره يا عم، انا مشغل العربيه البنزين قرب يخلص يا عم. وطي صوتك يا عم هنتمسك، مالكش دعوه بالعربيه هنظبطها. هتظبطها ايه؟ ما اصل البنزين طول ما هو شغال والعربيه شغاله ممكن تجيب وش سلندر. احنا اللي هنمول لك وهندفع لك كل حاجه ما تخافش. اصل وش السلندر ممكن يجيب الجوايط. يا عم جوايط ايه؟ الجوايط. ايه الجوايط دي؟ اللي في العربيه. في حاجه اسمها جوايط؟ ايه ده مفيش جوايط؟ تعرف أبلاتين، هتجيب أبلاتين. يعني عرفنا دي. يا عم تجيب اللي تجيب. ايه رأيك بقى في الفيلا الحلوة دي؟ ايه ده انتوا جايين تسرقوا قصر عابدين يا ولاد اللذينة؟ قصر عابدين ايه؟ دي فيلا بتاعت بني ادمين. لا معلش عدم المؤاخذة، انتوا مقاولين على 50 جنيه على اساس ان انتوا هتسرقوا شقة في حي عشوائي، لكن فيلا زي دي لا معلش هاخد نصيبي. لا احنا اتفقنا على كده والاتفاق كان من الاول على كده. ابلغ فيكم البوليس. لا خلاص اطلع عبي وشيل من خيرات الله من فوق. اخد اللي انا عايزه؟ خد اللي انت عايزه يا فيلتنا. يا ولاد اللذينه صحاب الفيلا مش موجودين؟ مش موجودين. لا نايمين. ماشي يا معلم. يا
انت بتقسم من جيب امك، ايه اللي يطلع يقلب بمتاهه؟ انت بتقول لنا من جيب امك؟ ايوه دي فلوسنا احنا يا دلال المعلم. يا يا عم طب ما تزوق الثار وانا هقتلك دلوقتي يا عم، ولا تعرف تعمل حاجه يا تفهم. يلا انا انا دلوقتي خليته يخش معانا في الموضوع عشان ممكن يحسدنا. صح، والحسد مذكور. صح، خليها على الله ونعمه بالله. استاذن انا بقى، ميعاد القطر بتاعي وصل. والله كان نفسي اقعد معاك بس مش قادر يعني. ايه ده؟ انت عبد عبيط يا ابني؟ ده صوت كلاكس عربيه؟ اكيد صحاب الفيلا جوبوا هينفخونا. ربنا يستر. اجري اجري استخبى. ايه ده؟ اختفي من الارض يا لهوي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. هم الناس الأغنياء كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح تيجي تخش تتكهرب بقى يا ويقولوا سرقنا ليه؟ الو ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عيش البلبل. سلام. الو ايوه يا دوما، بكرة تسليم البضاعة الساعة 5 عند كازينو عيش البلبل. سلام. ألو أيوة يا بوليس، بكرة جرادة أبو دومة يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. عند كازينو عيش البلبل. سلام. أيوة يا جرادة، قول لابو دوما ان البوليس جاي لكم بكره الساعه 5. اهربوا انتوا الساعه 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس، جراده ابو دوما اهربوا الساعه 4 بكره من عند الكازي. روحوا لهم انتوا الساعه 3 استنوهم قبل ما يمشوا. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه، والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم، هو ده بقى المنجهة، هي دي بقى القيافة. ايه؟ اخيرا. ايه؟ اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه؟ انت الزعبلاوي. لا لا متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجة. لا لا انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه يعني انا اركرت نفسي؟ اه انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه يا حضرتك انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك والله بحبك. ايوه حضرتك انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هديه مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زياده وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا قدهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده يا قاضي اتعدل. يا ده انا بحبك والله. يا سلام. يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا قاضي؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. وفين الخاتم ده؟ ذهب؟
الخاتم ده دهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة، ده انت حبيبي والله حبيبي. يا سلام، ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما يا ايوه هو ده. وفين البضاعة؟ ايه بضاعة ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا لا لا، خلاص والله لا انا قلعه يا عم. خلاص لا لا خلاص، يا الصيف جه وهموت يا عم. خلاص مش قدام الناس. خلاص لا هو قدام الناس والله مجنون ويعملها. خلاص قلعه. طيب ماشي يا زعبلاوي حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتين اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوي مش فاكر. يا كانوا حشيش. ايه ده، زعبلاوي تاجر حشيش والبضاعه في الشنطه؟ تتكلم جد؟ بهزر. تربتين حشيش من اصل 8 ترب. والتمانيه فين الباقيين؟ شربناهم انا والرجاله واحنا جايين. ايه الشغل ده؟ يعني انت شربت البضاعه؟ انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق. لازم نشمها الاول قبل ما نشربها للناس. دي ما بتتشمش يا هبل. ما دي ايه دي؟ بس انا بتاع شامبو، ما اعرفش في الحاجات دي.